يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رفقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ذكر فيه المصنف رحمه الله شيئا مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وعلاقة هذا بكتاب التوحيد. وقد صار المصنف فيما مضى من كتابه على ذكر توحيد العبادة واهتم بها، وذكر يعني ما يناقضها من الأقوال والأعمال وغير ذلك. فأراد المصنف أن يتحدث عن يعني شيء مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وذلك أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الأسماء والصفات. وقد علمتم أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأراد أيضا أن يؤكد أن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر مشرك. قال العلماء الجحد قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، الجحد إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك، إنكارك بلسانك ما تستيقنه نفسك. قالوا والجحود هو التكذيب، إلا أن الجحود يكون بعد معرفة الحق. وقوله هو التكذيب على سبيل التقريب، وإلا فالجحود ليس مقصورا على التكذيب فقط، بل يتناول الامتناع عن الإقرار والالتزام ونحو ذلك. فإذا معرفة الإنكار أو التكذيب بعد معرفة الحق وربما يكون مصحوبا بالعناد ونحو ذلك يسمى جحدا، هذا معنى الجحد. إذا الجحد يدور بين الإنكار والتكذيب ونحو ذلك من المعاني يعني التي تقربه لنا كمعنى. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من أسماء الله وصفاته، من الأسماء والصفات، ليس من الأسماء مطلقا أو الصفات أو نحو ذلك، وإنما المراد أسماء الله وصفاته. يعني من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، والمراد بهذا ما حكم من جحد، هذا مقصود المصنف من هذا الباب أو هذه الترجمة. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه، هل هو ناجٍ أم هو هالك، هل هو مشرك كافر أم هو يعني يطلق عليه شيء غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. واستدل بهذه الآية من سورة الرعد
لأن المشركين كفروا باسم الله عز وجل الرحمن. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب باسم الله الرحمن الرحيم قالوا وما الرحمن؟ ما ندري ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، ولم يدخل معهم في نزاع، ولم يقل لهم أن الرحمن هو اسم من أسماء الله عز وجل وهو يدل على صفة الرحمة وكذا وكذا، وإنما كتب باسمك اللهم كما يعني يريد القوم، فجحدوا اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن. فكيف بمن جحد أسماء الله عز وجل وصفاته يعني كلها؟ هذا فيه إشارة إلى هؤلاء. لهذا قال الشارح عندك: فإن كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى هو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. رحمك الله. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم ذكر شيئا من كلام ابن القيم أو شعر ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، إلى آخر ما ذكر. قال: فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، إلى آخر ما قالوا، وسنأتي إليه. لكن خلونا نقف عند هذه الجملة التي ذكرها الشارح في قوله: فإن كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده. فصفة الرحمن من الصفات، أو اسم الرحمن من الاسم المشتمل على الصفات الجامعة لله سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى. وإن كان يتضمن صفة الرحمة كما مر معنا قبلا، فالرحمن والرحيم يتضمنان صفة الرحمة، لكن الرحمن أبلغ، ولهذا لا تسمى باسم الرحمن إلا الله سبحانه وتعالى. ويعني يتسمى بالرحيم كما قال الله عز وجل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين: رؤوف الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن اسم الرحمن له خصوصية بالله جل جلاله، ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة أخذه الله عز وجل وصار علما له يعني أنه كذاب، فلا يقال مسيلمة إلا الكذاب، فأخزاه الله عز وجل وعمل بنقيض قصده لما تسمى برحمن اليمامة، أو سمى نفسه برحمن اليمامة. إذن صفة أو اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من الرحيم. طيب، ما الإشكال مع هذه الطوائف التي ذكرها المصنف؟ يقول: لئن كان المشركون قد جحدوا اسما واحدا قالوا ما ندري، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فجحدوا اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهناك طوائف من المبتدعة كالجهمية وغيرهم يشحدون أسماء الله عز وجل جميعا، ويشحدون صفات الله سبحانه وتعالى جميعا. فسبحان الله، هنا نوه الشارح على هذه الفرق، واستأتي معنا إن شاء الله في العام القادم في دراسة الوسطية بشيء من التوسع، لكن حسبنا هنا أن نعلم أن جهم ابن صفوان هو زعيم هذه الفرقة التي تسمى الجهمية. قال الشارح: فإن جهم ابن صفوان ومن تبعه. جهم ابن صفوان هذا جهم ابن صفوان هذا هو رأس هذه البدع المنكرة، وهو الحديث في الأسماء والصفات، ولم يكن يعني أحد ممن كان قبل هؤلاء، يعني هو ليس له سلف في الحديث في الأسماء والصفات على هذا النحو. ومما ذكره أهل العلم هنا أن جهم ابن صفوان ليس هو من ابتدع الكلام في الأسماء والصفات. طبعا الجهمية جبرية، يقولون إن الإنسان كالريشة في مهب الريح، وإن ليس له إرادة ولا اختيار وكذا، وينفون الأسماء والصفات. طب بماذا تسمون الله عز وجل أو تصفونه؟ لا يصفونه إلا بالوجود المطلق فقط، لا يقولون إنه يعني السميع العليم البصير
الواحد الأحد الفرد الصمد، لا يسمونه بهذه الأسماء إطلاقا، يقولون يعني يجحدون هذه الأسماء وينكرونها. طب والصفات أيضا ينكرونها، يقولون هذه الصفات يعني ليست صفات لله سبحانه وتعالى و لا يقرون بها. إذن هم يجحدون الأسماء والصفات جميعا. هؤلاء هم الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان. الجهم ابن صفوان أخذ هذه البدعة من الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم ابن درهم، والجعد ابن درهم أخذ هذه البدعة من أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان أخذ هذه البدعة من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف السند بتاعهم، سند مشؤوم. سند مشؤوم. هذا الرجل الأول، أول من تكلم في هذا وأظهره ولم يكن له أتباع الجعد بن درهم. والجعد بن درهم لما أظهر هذه المقالة قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. أنتوا إيه بتكلموا في صفة الخلة والكلام وإن ربنا كلم موسى تكليما في القرآن؟ هذا لم يحدث. طب ده كلام ثابت في القرآن. فكفره أهل العلم وطلبه الأمراء في زمانه، طلبوا رأسه، تكافر مرتد ومفروض أنه يقتل، فطلبه خلفاء أو أمراء بنو أمية فهرب. فلما هرب إلى بعيد جلس إليه هذا المشؤوم الجهم بن صفوان وأخذ عنه هذه البدعة، لكنهم أدركوه وطلبوه اللي هو مين؟ الجعد. قتله خالد بن عبد الله القسري الأمير، أمير البلدة، قبض عليه وجي يوم العيد وربطه في المنبر وقال يوم العيد، يوم عيد الأضحى، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، ونزل عند أصل المنبر وذبحه وخلص المسلمين من شره. خلاص. لما هذا المشؤوم، طبعا احنا قلنا ان الجعد أخذ من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ من طالوت، وطالوت ابن أخت لبيد اللي هو أمه يهودية، اللي هو طالوت ده أمه تبقى أخوها لبيد ابن الأعصم اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فأصل القصة يعني واضح أنها رايحة فين؟ في الاتجاه الذي تعرفونه. فأخذ الجهم بن صفوان البدعة هذه من مين؟ من الجعد، من الجعد بن درهم، وأظهر هذه البدعة، إنكار الأسماء والصفات وكذا. سبحان الله إنه الأمراء أيضا، أمراء بني أمراء بني أمية، طلبوا الجهم بن صفوان وقتلوا سالم بن أحوس. الجعد قتلوا خالد بن عبد الله القسري لما قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عز وجل عما يقول هذا علوا كبيرا. ثم نزل وقتله وخلص المسلمين من شره. جهم بن صفوان، الجهم بن صفوان أيضا قتله سلم بن أحوز الأمير، أمير البلد التي كانوا فيها، وكانوا يعرفون أن هؤلاء يعني قد ارتدوا بمقالاتهم هذه وأنهم يفسدون في الدين، ليس لهم غرض إلا الإفساد ويعني أن ينخر السوس وهيهات في عقيدة المسلمين. فروجوا هذه الشبهات وتلقاها عنهم يعني أناس وقعوا في حبائلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإن جهم ابن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة. جي بعد هؤلاء المعتزلة، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء، وسموا معتزلة لأنه واصل بن عطاء كان يحضر مجلس الحسن البصري. فجاء رجل سائل يستفتي يقول ماذا يقول أهل العلم في من يعني ارتكب الكبيرة، ما حكمه؟ فقام واصل ابن عطاء في مجلس الحسن البصري ويقول هو في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس بمؤمن وليس بكافر. طب هو يعني يكون فين يعني؟ فأول من ابتدع المقولة العجيبة دي إنه في منزلة بين منزلتين هو هذا الرجل واصل ابن عطاء. واعتزل مجلس الحسن البصري، فقال الحسن اعتزلنا واصل ابن عطاء، فسموا المعتزلة. كانوا يجلسون في ناحية من المسجد جماعة كده منبوذة، يعني يعرفون بهذا الايه، بهذا القول الغريب الذي لم يقل به أحد من السلف، ايه يعني في منزلة بين منزلتين. ثم تطور الأمر بعد ذلك عندهم، وأخذوا مقالات الجهمية بس طوروها، ودايما البدعة كده تتطور شيئا فشيئا، ويعني لأنها ربما في الأول تكون غير مستساغة، فيبحث لها أصحابها عن شيء من التلبيس أو اللبوس، يعني يلبسونها بلبوس الحق أو يجعلون لها
يعني ما تستساغ به حتى تهضمها العقول. فالمعتزلة في الحقيقة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، لكن يثبتون الأسماء على نحو هم في الحقيقة يقول بهم في النهاية إلى إنكار الأسماء. ف يعني يقولون هو سميع بسمع وسمعه ذاته، يعني ما فيش سمع، ده هو الذات هي السمع، وكذا كذا من هذا الكلام الذي يقولونه. المهم خذ من هذا الكلام ما يكفيك في هذا الدرس، إن شاء الله في بعد ذلك في دراسة الوسطية سنتوسع في هذا الكلام. بعد ذلك الأشاعرة، هذه الفرقة التي تنسب إلى، خلاص فهمنا الجهمية ينسبون إلى الجهم بن صفوان، والمعتزلة ينسبون إلى واصل ابن عطاء، أما الأشاعرة فينسبون إلى أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري لما مات أبوه تزوجت أمه من أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة، فتربى أبو الحسن الأشعري في حجر هذا الرجل المعتزلي الجلد، خلاص اللي هو مين؟ أبو علي الجبائي. وصار أبو الحسن الأشعري يعني منظرا في المذهب المعتزلي، يعني فقيه في المذهب المعتزلي هذا. ثم لما غاص في المذهب تبين له بعد ذلك أن به عوار وأن به كذا، فصعد المنبر وخطب خطبة يعني أعلن فيها أنه تبرأ من المذهب، من مذهب الاعتزال، وأنه يعني جاهز للرد على أي سؤال فيما يخص الافتراءات المعتزلة وأقوال المعتزلة التي يعني ليس لها أصل ونحو ذلك، وأخذ جانبا وأنشأ مذهب خاص به، يعني منبثق من إيه، من هو أقرب إلى المذهب، مذهب ابن كلاب الكلابية، خلاص. لكن هو يعني أخف قليلاً، أخف كثيراً كثيراً من إيه، من مذهب المعتزلة. المهم من الأشاعرة ينسبون إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري في آخر عمره وآخر زمانه رجع عن هذه المقالات وندم على عمره الذي فات، وصار يقول بمذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وخلاصة ما عليه الأشاعرة، احنا دلوقتي قلنا الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة شوية يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، الأشاعرة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات إلا سبع صفات. يعني شوف المسألة بتتدرج إزاي، يقول لك طب وانتوا المعتزلة بتنكروا الصفات كلها، في صفات عقلية يا راجل ما ينفعش تنكرها، طب قول لنا بقى أيها الفهامة ما هذه الصفات العقلية؟ قالوا الصفات العقلية، أنت مش عارف إيه الصفات العقلية؟ صفات العقلية السمع والبصر والحياة والكلام والإرادة، والصفات عقلية ما ينفعش تنكرها. ليه؟ لأنهم يحكمون العقل على الشرع، ويقدمون العقل على النقل، ويعملون عقولهم فيما لا مدخل للعقل فيه. مدخل العقل فيه هو التسليم، لأنه لا مدخل للعقل فيه، لأن العقل لا يستطيع إدراك كنه وحقيقة هذه الصفات أو كيفية هذه الصفات. يفهم معناها؟ يفهم معناها، لكن يعرف كيفيتها؟ لا، ما يعرفش كيفيتها، ولذلك حارت عقولهم في هذا. فقالوا الصفات في صفات عقلية، إيه هي الصفات العقلية؟ قالوا هي سبع صفات. ما هي؟ نظمها الشاعر في قوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، كل دي صفات السبعة مجموعة في هذا البيت. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، اللي هي صفة القدرة، واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، خلاص. يبقى الثاني الجهمية، الجهمية ينفون الأسماء والصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط، ما بينكرهاش كلها زي الايه، زي المعتزلة. واخد بالك من التدريج؟ خلاص واضح. طيب ينكرون الأسماء؟ نعم، ينكرون الأسماء، يثبتون الأسماء، اللي بينكر الأسماء والصفات الجهمية، المعتزلة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات بالتدريج كده، ينكرون الأسماء والصفات، دي أشد شيء. المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، الأشاعرة يثبتون الأسماء ما بينكروش بقى الصفات كلها، لا سبعة بس.
وزاد بعضهم صفة ثامنة، وزاد الماتريدية صفة أخرى، هؤلاء قالوا صفة التكوين، وهؤلاء قالوا صفة الإدراك. خلاص ماشي، اختلفوا بقى في بعضهم يزيد صفة ثامنة اللي هي صفة التكوين، وبعضهم يزيد اللي هم الماتريدية وكذا، وزادوا إيه بعض الصفات على السبع وهكذا الإيه. لكن أهل السنة والجماعة قولهم واحد على مدار الإيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ ليس كمثله شيء. طب الكلام اللي احنا قلناه ده يعني سنحتاجه في هذا الذي ذكره المصنف هنا في الكلام. تعالوا بنا نقرأ نكمل ما بدأناه. يقول: وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام. فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. تم هو ده فهمكم. قال: هذا منشأ ضلال عقولهم. علم على دي مهمة جدا. لما أقول لك ما هو منشأ الضلال عند المبتدع في باب الأسماء والصفات، هي الثلاث سطور دول مهمين جدا. ها، حد ما وصلش لسه؟ مهمة جدا. هذا منشأ ضلال عقولهم. ما هو منشأ الضلال؟ قال: لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، شبهوا الله بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. التعطيل أصل مأخوذ من الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة وقصر، وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني إيه؟ يعني أهملها أهلها وهجروها. فأصل مفهوم إيه التعطيل؟ يعني نفي، يعني مفهوم فيه إنه ينفي الصفة بس من غير ما يجيب لها تأويل أو يجيب لها نظير أو يقول عنها أو يأولها بصفة تانية أو يحط مكانها شيء آخر. يعني فهمني؟ مفهوم؟ خلاص، يبقى هم بيعطلوا الصفة. إذا مفهوم التعطيل إيه؟ النفي، الفراغ، الترك. يقولون الصفة دي لا، مش صفة لله. في فريق تاني ينفي الصفة، يقول لا، أنت عايز تقول إيه؟ المحبة؟ لا، أنا ما فيش صفة المحبة، أنا بقول في محبة بس مش مقصود بها المحبة، المقصود بها إرادة الإنعام. مفهوم؟ فاهم إزاي؟ يقول لك أنت بتقول إن ربنا له يد. كيف ربنا له يد؟ ما فيش يد، ما فيش حاجة اسمها يد. أمال اليد عندك إيه؟ يقول لك اليد فلان عليه ليا يد، يعني إيه؟ نعمة، أو اليد بمعنى القدرة والقوة. خلاص، يبقى هو هنا بيعمل إيه؟ بينفي الصفة ويجيب غيرها. يقول لك في، لا لا لا، أنت مش فاهم بس معناها. إنما التعطيل إيه هو؟ نفي خالص، من دون أن يأتي إيه؟ بمعنى آخر للصفة. فهمت الفرق بين الاثنين؟ مفهومة كده؟ واضحة أظن. جميل قوي. هم عطلوا الصفات دي عن الله سبحانه وتعالى وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. لما تقرأ في كلام الناس دي يقول لك إيه؟ وليس، لما يجي يوصف ربنا سبحانه وتعالى ما لا يقول كما تقول أهل السنة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لا 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 لا، اشتغل بالنفي. يقول لك: ليس بسميع، وليس ببصير، وليس بعالم، وليس بحي، وليس بقادر، وليس الله الله الله. تقرأ صفحة بالكامل يا إخوانا، لما تيجي تقرأ في كتب الناس دي تلاقي صفحة بالكامل عمال يفصل فيها في إيه. يقول لك: ليس بكذا، وليس بكذا، وليس بكذا، وليس بكذا، عمال يفصل في الإيه، في النفي عن الله سبحانه وتعالى. بيعطل صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يعني ينفي نفي مجمل ويثبت إثبات مفصل. هم النفي عندهم هو المفصل مش الإثبات. النفي يقول لك: ليس بسميع، وليس ببصير، وليس بمتكلم، وليس ينفون. طب وانتوا بتوصفوا ربنا ايه؟ ينصفون الله عز وجل بالعدم. طب وايه صفة ربنا سبحانه وتعالى عندهم؟ يقولون الوجود، صفة الوجود. المعتزلة يقولون اخص صفة لله عز وجل صفة الايه؟ القدم. القدم، حتى القدم هذه صفة، يعني حتى اللفظ نفسه لم يرد. هو الاول والاخر، الاول والاخر، هذا ما ورد في كتاب الله عز وجل وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. سبحان الله. يبقى الوقوف مع الكتاب والسنة راحة، إنما الناس دي أعملت عقولها فإيه؟ تضربت العقول ووقعوا في الإيه؟ في القول على الله عز وجل بلا علم. إذن منشأ الضلال
أنشأوا ضلال عقولهم أنهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه ما فهموه من خصائص المخلوقين. تيجي تكلم واحد من دول تقول له ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يقول لك ينزل، النزول ده صفة البشر، هو البشر اللي بينزل، أنت مش تبقى قاعد على كرسي وتنزل ربنا، حشاه، أنت كده بتجسم ربنا سبحانه وتعالى. يا سيدي النزول يليق بجلاله، أنت فاهم النزول يعني إيه؟ معناه؟ أه فاهم معناه، عارف كيفيته بقى إيه؟ لا ما تعرفش كيفيته، كيفيته مختلفة. يبقى تؤمن بالمعنى وإيه، تترك الكيف لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ يبقى هو ينزل نزولا يليق بجلاله، إزاي؟ هي إزاي دي يعني كيف؟ أنت كده بتكيف، عايز تقول كيف ينزل؟ الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى، لا الاستواء ده للمخلوق، المالك هو اللي بيستوي على العرش ويجلس في أبها وكذا. إذن هم أول ما تأتيهم صفة من صفات الله عز وجل يعملوها إيه؟ يعملوا إيه؟ كأنه بيغمض عينه ويستحضر صفة من صفات المخلوقين. طيب يا هذا، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، خلاص يبقى أنت لما تستحضر صفة من صفات الله عز وجل ما تغمضش عينك وتتخيل صفة من صفات المخلوقين. ولذلك العلماء يحرجون من هذا، يقولون يعني لا يتصور الإنسان وهو يعني يقرأ قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، إنه يتصور وجه كوجه المخلوق فيه جوارح وفيه كذا وفيه، لا هو وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. كيف هو؟ نثبت الوجه، الوجه معناه معلوم. طب والكيف؟ مجهول، لا نعلم، لا نعلمه. طب واليد؟ معلومة خلاص. طب والبصر؟ طب الكلام؟ يقول لك أصل الكلام ده يتطلب لسان وشفة ومخارج حروف. الله، يبقى أنتوا بتجسموا كده. لا احنا لا نجسم، أهل السنة والجماعة لا يجسمون، أهل السنة والجماعة يؤمنون دون أن يكيفون، بس هو ده الفرق بينهم وبين أهل البدع. يعني احنا بنؤمن بهذا والسلف أمنوا بهذا. هل في حد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستوي الرحمن على العرش استوى، فجاء أعرابي كده طلع قال يا رسول الله كيف استوى؟ ما حصلتش، لم يحدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في هذه الأزمنة التي خرج فيها هؤلاء المبتدعة بهذا الايه السند المشؤوم التي قلته الذي قلته لكم، صح ولا لا؟ حد من الصحابة احنا سمعنا ده ولا ورد؟ ابدا لم يرد ان حد من الصحابة سأل، بل بالعكس لما كان الناس يتكلمون صبيغ هذا لما تكلم في زمن عمر بن الخطاب في القرآن ومتشابه القرآن، وجعل يسأل عن متشابه القرآن، جاء به عمر فقال من أنت؟ قال عبد الله صبيغ، قال أنا عبد الله عمر. تعالى لي بقى، يعني أنت تسأل الناس في متشابه القرآن وكذا وكذا، فضربه. ثم جاء به في اليوم الثاني قال له من أنت؟ قال عبد الله صبيغ. ثلاثة أيام قال يا أمير المؤمنين أنت تريد قتلي؟ فاقتلني، ولكن والله قد ذهب ما في عقلي، يعني خلاص أنا ربنا شفاني. عمر رضي الله عنه خلاص، فقد والله يعني ذهب ما في عقل، فتركه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وصار عبرة إنه يتكلم في متشابه القرآن ويتكلم يسأل الناس في متشابه القرآن ونحو ذلك. طيب إذن منشأ الضلال عند هؤلاء هو إيه؟ التشبيه، فلما شبههم عظم التشبيه في نفوسهم فأرادوا أن يفروا منه ففروا إلى الإيه؟ التعطيل. طيب قال فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذا هو الذي عليه سلف الأمة، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه. هو تعريف توحيد الإيه؟ تعريف توحيد إيه؟ الأسماء والصفات. مالكم؟ تعرف تعرف لنا توحيد الأسماء والصفات؟ ايه هو ده أخرأه تاني يعني؟ جزاك الله خير. ها من يعرف توحيد الأسماء والصفات؟ إثباتنا أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تكليف ومن غير تعطيل ولا تحريف.
أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هو قال جزء وأخونا أضاف. حد عايز يضيف تاني؟ يعني إذا قلنا إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مش يحسن من أن احنا نقول ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسول، لأن في صفات مثبتة لله سبحانه وتعالى وفي صفات منفية. خلاص، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأثبت صفة الحياة وصفة القيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه الإيه؟ السنة اللي هي الغفوة والنوم، صح ولا لا؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ها؟ نفى عن نفسه صفة، وما كان الله ليعجزه من شيء، ها؟ نفى صفة العجز. إذن في صفات مثبتة لله سبحانه وتعالى وفي صفات نفاها الله عز وجل عن نفسه، يبقى في التعريف تثبت وتإيه؟ تنفي. خلاص، تقول إثبات ما أثبته الله اعتقاد انفراد الله سبحانه وتعالى بما وصف وسمى أو سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما في الحديث، مش كده؟ من غير تكييف ولا من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. طيب، يبقى المصنف هنا الشارح يقول إثباتا، إثبات ما أثبته الله عز وجل نفسه وأثبته له رسوله إثباتا بلا تمثيل. أهل السنة تجنبوا وهم يثبتون، تجنبوا التمثيل. يعني إحنا هنثبته، هنثبت لله صفة الحياة، نثبتها كحياة المخلوقين، نتصور إن حياته تشبه حياة المخلوقين، لا، لأنهم يؤمنون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهم يثبتون إثبات بلا تمثيل. يعني إحنا هنثبت لله صفة السمع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء الأول، وبعدين قال إيه؟ وهو السميع البصير. تم صفة السمع والبصر. العلماء يقولون ذكر السمع والبصر هنا لأنها صفة تشترك فيها معظم المخلوقات. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والنملة ملهاش سمع على صغر حجمها، ها؟ والبعوضة، طب والجمل، طب والصقر، بصر الصقر عامل ازاي؟ قوي، صح؟ صح، بصر الصقر مثل بصر النملة، مثل بصر البعوضة، صح ولا لا؟ إذن المخلوقات نفسها بتتفاوت في الايه؟ في الصفتين دول. يعني انت لما بتتصور السمع او تتصور البصر، بصر الصقر، عمرك ما تتصور ان بصر الصقر كبصر الخفاش مثلا، او تتصور ان بصر الصقر كبصر الدواب الصغيرة، صح ولا لا؟ وليس يتصور السمع ايضا في كل المخلوقات واحد، في مخلوقات سمعها محدود، في مخلوقات سمعها دقيقة جدا، حاسة السمع عندها قوية جدا، وهكذا. فما بالكم بالله سبحانه وتعالى خالق هذه المخلوقات؟ إذن ليس كمثله شيء، لا يتصور أبدا أن يكون سمع الله سبحانه وتعالى كسمع المخلوقات. ولذلك قال ليس كمثله شيء الأول، ثم قال بعد ذلك وهو السميع البصير. يعني افهم الأولى عشان تنزل الثانية التنزيل اللائق بها، افهم أنه ليس كمثله شيء عشان لما بعد كده تيجي تثبت السمع والبصر تثبته بلا تمثيل، إثباتا بلا تمثيل. فهمتم؟ إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. تنزيها بلا تعطيل يعني إيه؟ يعني أنا بنزه ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم، صح ولا لا؟ بس بنزيه عن الظلم ليه؟ لأنه عاجز، لأنه عادل، حاشاه سبحانه وتعالى. يبقى أنا ما بنفيش صفة، ما بنزهش ربنا سبحانه وتعالى وعطل الصفة، وعطل يعني عمالين نقول إيه؟ أعطل يعني إيه؟ يعني عايزين ننزهه، ننزه ربنا كما فعل هؤلاء، يقولون عايزين ننزه ربنا، يبقى ما نشبهوش بالمخلوقات، يبقى نقول ايه؟ نقول سميع زي البشر؟ لا، يبقى ننزهه عن السمع وننزهه عن البصر، لان دي صفات جوارح. يعني معقول ربنا لو قلنا له بصر، لان ربنا سبحانه وتعالى بصير
وإن ده اسم وهي صفة ربنا سبحانه وتعالى يبقى يستلزم جارحة اسمها العين وإنه كذا وإن لا 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 أهل السنة ما يعملوش كده. أهل السنة ينزهون بلا تعطيل، يعني له حدود في التنزيه، ينزه ما نزه الله عز وجل نفسه عنه، ينزه عن السنة عن النوم عن الظلم، وما تسعش المسألة معاه فيجي ينزه يدخل إيه أشياء لم ينزه الله عز وجل نفسه منها، كالسمع والبصر واليد والوجه والنزول والمجيء والإتيان والضحك، والصفات دي اللي كبرت عندهم جدا. المحبة يقول لك المحبة ده ضعف، يعني صفة في والعين تركب عيون. طيب ماشي، ما أنا ذكرت أمثلة الأمثلة كثيرة جدا. فإذا هؤلاء يتصورون في هذه الصفات إنها صفات جوارح، يتصورون إن فيها ضعف. ليه؟ لأن هو ده منشأ الضلال عندهم، إنهم بيقيسوها بصفات الإيه؟ المخلوقين. أهل السنة والجماعة تجنبوا التمثيل في مقام الإثبات، وتجنبوا التعطيل في مقام التنزيه. يقول: فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه. الجمل دي لأهميتها استطردنا فيها خلاص، وخاصة أن الكتاب ليس فيه شيء من الكلام عن الأسماء والصفات إلا في هذا، فأحببنا أن نأخذ يعني شيئا منه نتكئ عليه في دراساتنا بعد ذلك المتقدمة، يكون نواة لدراسة الأسماء والصفات بعد ذلك في المراحل المتقدمة. يعني إيه الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات؟ فهذه قاعدة مهمة جدا جدا استدل بها أهل السنة والجماعة على المبتدع. طب أنتوا أيها المبتدع تقولون إيه؟ إن الصفات دي إذا أثبتناها يبقى بنقسم ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ هؤلاء يقولون هذا، يقولون أنتوا كده أيها أهل السنة أنتوا مجسمة ومشبهة، وتشبهون الله عز وجل بخلقه، وتنسبون له الكلام كالمخلوقات، والسمع كالمخلوقات، والبصر كالمخلوقات، وإحنا أحسن منكم. هم يقولون هذا، نحن ننزه الله سبحانه وتعالى. أهل السنة ردوا عليهم قالوا لهم إيه؟ قالوا أنتوا بتثبتوا لله ذات؟ قالوا آه بنثبت لله ذات، لا يفرون من هذا، ما فيش طائفة تفر من إثبات ذات لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ يثبتون ذات. طيب أهل السنة والجماعة قالوا طيب ما هو المخلوق له ذات برضو، أنتوا كده بتشبههم، ما هي ذات وذات. قالوا لا، ذات الله عز وجل مختلفة. أهل السنة قالوا طب بس وقف، يبقى الصفات كمان مختلفة. اتحلت المسألة، أنتوا مش أثبتوا ذات لله سبحانه وتعالى؟ قالوا لهم آه. قالوا طيب أنتوا تعرفوا الذات دي إيه هي؟ شكلها ايه الذات دي؟ اوصف لي كده ذات ربنا. قال له لا ما اقدرش اوصف لك. قال له ليه؟ قال له لانه لا ولا يحيطون به علم، مش ربنا قال كده؟ قال له طب ما انت ما شاء الله عندك علم اهوت وناصح جدا، ولا يحيطون به علما، اذا انت ما عرفتش حقيقه الذات كيفيه الذات. اذا الصفات ايضا نفس الكلام، ما تعرفش حقيقتها، لان الصفات دي هي صفات الذات، هي صفات دي الايه مش صفات للذات. طب اذا كنت انت مش عارف الذات خلاص ما تكلمش في الصفات، صح ولا لا؟ انتهت المساله، وصلت ولا لسه؟ يبقى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه خلاص. يبقى إذا أثبتتم لله ذات لا تشبه الذوات، ولذلك أهل السنة دي قواعد عندهم، قالوا كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فإن له صفات لا تشبه الصفات، وانتهى الموضوع. انتهينا من هذه الجملة المهمة فيما ذكره المصنف في هذه الترجمة، وما ذكره الشارح بعد ذلك من تعليق عليها. ثم قال المصنف بعد ذلك: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشارح: سبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. طيب، قوله هنا: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لفظ البخاري أتحبون وليس أتريدون، لفظ البخاري أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقول علي هنا يعني من حكمته رضي الله عنه وأرضاه: حدثوا الناس بما يعرفون. طيب، ليس المقصود هنا حدثوا الناس بما يعرفون يعني لا تحدثوهم، لا تذكرون عندهم نصوص الأسماء والصفات، أو تذكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الأسماء والصفات، لا، فإن السلف لا يزالون يذكرون آيات وأحاديث
الصفات من غير نكير، يعني لا يستحي أحد أن يتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيها، هل من تائب فأتوب عليه، أو نحو ذلك يحدث ولا حرج. طب الإشكال في إيه؟ الإشكال أنك ربما تأخذ مثلا ما ذكرناه هنا كلام المبتدعة، وإنه يؤولون اليد بالقدرة وكذا، وتعرض هذا على بعض من ليس من أهل التخصص، من ليس يدرس العلم الشرعي، يحصل عنده إيه؟ يحصل عنده تلبيس. ما هذا الذي تقوله؟ إيه المبتدعة الجهمية؟ جهمية إيه الأشعرية؟ ما أنتوا بقى اللي فرقتوا الدين وجعلتوا الناس أحزاب، ومنكم لله شيخ روح وكذا. وبعدين في الآخر ما قال الأمر الإيه؟ إن هو المسألة التبست عنده، هو كان مؤمن بإن ربنا سبحانه وتعالى كما يقرأ في القرآن، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. خلاص انتهى الموضوع. لا تعقد اختبارات للناس، تقول له: تعال، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ انت عارف المكان أصلا؟ لك: والله مش عارف. خمسة؟ تقول: شفت، ما انتش عارف لا إله إلا الله، أسميك أنا بعيد دلوقتي. لا، لا يختبر الناس على هذا النحو. ربما الناس بالفطرة يحققون شروط لا إله إلا الله وهم لا يحفظون هذه الشروط واحدة تلو الأخرى ويعددونها ونحو ذلك. وكثير من هؤلاء على الدين، على الفطرة، وتكون منزلتهم ومكانتهم عند الله عز وجل عظيمة جدا. فإياك أنك تقول فلان من العوام وفلان جاهل وكذا، وتتعالى على الناس بالعلم وما درسته ما درسته، لا، إياك. فهذا الذي يعني أراد عليه أن يوجه الناس: حدثوا الناس بما يعرفون. أما الحديث في الآيات فالقرآن الكريم، حدث به ولا حرج. وكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة القرآن، والصحابة نقلوه لمن بعدهم، وإلى زماننا هذا نقل القرآن بالتواتر: فاقرأ وعلم وقل ما شئت، يعني بلا حرج، انقل، يعني حدثوا عني ولو آية، كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب أما أن تحدث الناس بأحاديث لا تبلغها عقولهم، فربما كان لبعضهم فتنة، ربما كان لبعضهم فتنة. فبعض العلم لا يشاع، ليس كل ما يعرف يقال، هذا الذي نحتاج إلى أن نتعلمه، ليس كل ما يعرف يقال. لأن الإنسان إذا تعلم مثلا العلم في بعض الناس، مثلا ما يدرس في مسألة خلق القرآن ويروح يتكلم بس أنه ينطق بهذا اللفظ ويتكلم أمام العوام ويقول خلق القرآن. بعض المشايخ في خطبة الجمعة قال: وصبر الإمام أحمد في محنة خلق القرآن، فخرج وراه رجل أمام عيني يقول له: إيه تكلمت أنت في الخطبة، قلت الإمام أحمد وخلق القرآن، يعني إيه خلق القرآن؟ لم أفهم هذا. يقول: أنت من ساعة ما قلت الجملة هذه وأنا لحد آخر خطبة وأنا عمال أسأل نفسي القرآن وخلق القرآن، وهو القرآن مخلوق، دخله هو فين؟ إذن هنا يعني أدخله في شبهة، يعني الله أعلم ستخرج من قلبه أم لا، تحتاج لإيضاح وتحتاج لشرح وبيان، والله أعلم سيستجيب أم لا، لأن ليس عنده من العلم ما يؤهله لهذا. هذا هو المراد: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الإنسان ربما إذا التبس عليه الأمر لهذا النحو ضاق صدره فكفر بالحق، يضيق صدره فيكفر بالحق، يعني يرد هذا، وهو مثلا وارد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، وتكون يعني أنت سبب، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال، يعني ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. طاووس هو طاووس ابن كيسان، الإمام العلم المفسر من أئمة التفسير طاووس، وكان يعني من جلة التابعين ومن كبار علماء هذه الأمة. وذكر المصنف الأثر عن الزهري، الأثر الطويل: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. حديث أو أثر طويل جدا، لما ذكر له العلماء في الأمصار فقال: فلان هو من الموالي. هو كل مرة يسأله: من العرب أم من الموالي؟ إلى أن قال في آخر القصة:
يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذه خلاصة القصة. يا أمير المؤمنين إنما هو دين، يعني المسألة ليست من العرب ولا من الموالي، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما ذكر له هؤلاء أظن 10 فيما عده يعني أهل العلم، ذكر آخر ما ذكر إبراهيم النخعي، قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري، ويلك يا زهري، فرجت عني. كلهم موالي، ما فيش إلا واحد بس، سبحان الله. فقال قولته الشهيرة إنما هو دين من حفظه ساد. ما فرق هؤلاء؟ يعني خوف، لماذا يفرقون؟ يعني يخافون ويقشعرون حينما يسمعون الآيات، يجدون كما قال رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فذكر الشارح عندك قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم بعد فقرتين تقريبا قال ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه، وذكر حديثا رواه أو أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي وخرجه الألباني في الصحيحة، حديث صحيح. وذكر جملة من الحديث عن المحكم والمتشابه ونحو ذلك. وخلاصة هذا الكلام دون الخوض في تفاصيله أن علماء أهل السنة والجماعة إن كانوا يتكلمون أن آيات الصفات من المتشابه، يعني يقولون إن آيات، لأنه يعني هذه مسألة تحتاج إلى مزيد بسط، ليس هذا يعني موضعها، ولكن ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى رحمك الله. الله عز وجل يقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا وصف الله عز وجل كتابه بأنه محكم، ووصف هنا كتابه قال هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما المحكمات فالآيات التي وردت بكيفية، يعني الحلال والحرام ألم يفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فصل الصلاة، ألم تفصل؟ ألم يفصلها النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع، أو فيما شرع الله على يعني لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ونحو ذلك. إذن مسائل الشريعة هذه وكثير من المسائل هذه هي من المحكمات. طيب أهل السنة والجماعة لما بيدخلون آيات الصفات من المتشابه، من المتشابه ماذا يقولون؟ خلاصة الكلام باختصار حتى لا ندخل في يعني كلام كثير، يقولون هي محكمة من حيث المعنى، متشابه من حيث الكيف. يعني متشابه من حيث الكيف، يعني الكيف نحن لا نعلمه، الكيفية التي لا نعلمها، هذه كيفية الصفات لا نعلمها، فهي من هذا الوجه من المتشابه الذي قال الله عز وجل عنه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تفاصيل ما يكون يوم القيامة، حقيقة ما يكون يوم القيامة، يعني أنت أخبرت أن ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالموت يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح، فهمت المعنى؟ طب كيف يؤتى بالموت على هيئة كبش؟ تعرف أنت الكيفية؟ ما تعرف الكيفية، ستعين هذا يوم القيامة، ستعرف هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ستعرف هذا يوم القيامة. إذن هذه التفاصيل، أخبرنا أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من كيف يعني، ويمر الناس عليه، ستعرف هذا يوم القيامة. الكيفية هذه، هناك كيفيات، كيفيات كثيرة، أنت تعرف معاني أشياء لكن كيفيات ربما نحن نجهلها، فهي من المتشابه من هذا الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ثم ذكر كلاما لابن جرير الطبري، نترك لكم يعني قراءته. قد يعني تعرضنا له في أول هذا الباب.
باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تفضل. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه؟ وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون الله بن عبد الله عون وقال عون بن عبد الله عون بن عبد الله يقولون لو لم يكن فلان لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم الله من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. يضيف إنعامه من يضيف إنعامه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هذا كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حازقا ونحو ذلك وهو جار على ألسنة ونحو ذلك مما هو جار ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم. هذا باب جديد ترجم المصنف رحمه الله عز وجل بهذه الآية في مطلع هذا الباب من سورة النحل المسمى سورة النعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية من سورة النعم ليبين أن إنكار النعمة بعد معرفتها كفر كنسبة النعمة إلى غير المنعم بها وهو الشرك الخفي المنافي لكمال التوحيد. وتسخير الإنعام على يد المخلوق من إنعام الله عز وجل من إنعام الله تعالى على العبد. فإذا أضاف العبد هذا الإنعام لغير الله لم يكن واصفا الله تعالى بكمال الإنعام، وأيضا يكون هذا العبد جاحدا لكمال نعمة الله سبحانه وتعالى، وكان مشركا بقوله ملتفتا بقلبه لغير الله جل جلاله. هذا باب جديد أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن يتكلم عن حكم نسبة النعم لغير الله سبحانه وتعالى، واستدل بهذه الآية من سورة النحل المسمى سورة النعم ليبين أن إنكار النعمة ونسبة هذه النعمة لغير المنعم بها كفر بالله عز وجل. قال رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فسمهم الله عز وجل في هذه الآية كفارا. قال مجاهد ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذه يعني أقوال لثلاثة من العلماء أقوال مختلفة المعنى. وأما قول مجاهد هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فكونها موروثة عن الآباء هذا أبلغ في إنعام الله عز وجل، هذا أبلغ لأنه أنعم سبحانه وتعالى على الآباء أولا ثم صارت من الآباء إلى الأبناء من غير يعني جهد ولا عرق ولا تعب، ولكن الله عز وجل هو الذي يعني كتب هذه المواريث وكتب هذا الحق ل يعني ورثت هؤلاء عن آبائهم. فإذا أنعم بها على آبائهم ثم ورثوها عن آبائهم فهذا من تمام نعمة الله عز وجل عليهم، فكيف ينسبون هذه النعمة إلى الآباء؟ يعني هم ورثوها من آبائهم، فسبحان الله لأنهم أخذوها من آبائهم فينسبون الفضل والنعمة للآباء، والله عز وجل هو الذي أنعم على هؤلاء الآباء وكتب قدر هذه المواريث وقدر أن تنتقل هذه النعمة أو هذا المال من الميت بعد موته إلى يعني من يرثه. هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا أيضا يعني لولا فلان هذا فلان سبب، من الذي جعل السبب؟ الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وربما جعل الله عز وجل يعني هذه الأمور بلا سبب، فالسبب من نعمة الله عز وجل. ولذلك الإنسان حتى إذا
يعني كان سببا في نعمة وصلت إلى أحد، فلا يلتفت بقلبه إلى هذا الأحد، إلى هذا الغير، إلى هذا الإنسان، لأن الله عز وجل هو الذي ساق هذه النعمة على يد فلان، هو الذي توسط لك فرد إليك يعني مالك أو حقك أو نحو ذلك، هو الذي يعني شفع لك في يعني أخذ حق من حقوقك أو يعني إدراك شيء مما فاتك أو نحو ذلك. فالله عز وجل هو المنعم والمتفضل على الحقيقة، فالسبب والمسبب من إنعام الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه قد ينعم بلا سبب، فقد يأتيك شيء من غير سبب، هكذا منه من الله عز وجل وتكرما. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، بشفاعة آلهتنا. هذا يعني في الحقيقة تضمن الشرك، تضمن الشرك وتضمن إضافة النعم إلى غير يعني موليها، إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالآلهة هذه التي تعبد من دون الله يعني لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والله عز وجل هو الذي يأذن بالشفاعة وهو مالكها. قل لله الشفاعة جميعا، وهو الذي يملك الشفاعة وهو الذي يأذن بها، وهذا سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل. يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ يستأذن على ربه ويسجد ويحمد الله سبحانه وتعالى. ما قال يا رب شفعني، يا رب أطلب الشفاعة لفصل القضاء بين الناس وألا يطول الموقف بهم أكثر من ذلك، ولا أي شيء. فالله عز وجل هو مالك الشفاعة وهو الذي يأذن فيها، وهو الذي يعني يهيئ أسباب الشفاعة ويقبل شفاعة الشافعين في المشفوع لهم بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى على الشروط التي قد علمتموها. ففي الحقيقة يعني العبد لا خروج له طرفة عين عن نعمة الله عز وجل. والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله. فيحسن بالمسلم أن ينسب النعمة إلى يعني مسديها سبحانه وتعالى وإلى الله عز وجل، لا يقول لولا فلان لولا كذا، كما قال ابن عباس لولا البط في الدار لأتنا اللصوص، ولولا حذق الحاذق، ولولا كذا ولولا كذا ولولا كذا. لكن في الحقيقة وهذا الذي يهمنا دائما في كل الأبواب التي تحتاج إلى هذا التفصيل الذي اعتدنا عليه، هو أن نقسم متى يكون هذا شركا أكبر ومتى يكون يعني شركا أصغر، متى يكون إسداء النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر، ونتناول المسائل المتعلقة بهذا الباب أو بهذه المسألة. يكون شركا أكبر إذا نسب إيجاد النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، إذا نسب الإيجاد إلى غير الله سبحانه وتعالى يكون شركا أكبر. خلاص. طيب، وإذا نسب النعمة إلى الله عز وجل وجعل ما ليس بسبب سببا فهو شرك أصغر. يعني هو يعتقد أن الله عز وجل هو الشافي، لكنه يعني قال لولا الطبيب هذا، لولا هذا الطبيب، واعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شفاه، ولكنه قال مثلا في نفسي والله لولا الطبيب هذا لاستبد بي المرض، أو لطال بي المرض، أو لكانت الحمى فعلت كذا، أو لكان المرض تمكن من كذا أو كذا أو كذا. إذن هو اعتقد أن الشافي هو الله، وأن الذي أنعم عليه بالشفاء هو الله سبحانه وتعالى، لكن جعل ما ليس بسبب سببا، أو أسد يعني تصرف في هذا ونسب إلى غير الله سبحانه وتعالى السبب في النعمة. طيب، فإذا الحالة الأولى أن ينسب النعمة من حيث الإيجاد إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر، وأن ينسب النعمة إلى الله عز وجل ثم ينسب السبب يعني إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر. بقيت لنا مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن شفع له النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته فهو في ضحضاح من النار، أخف أهل النار عذابا، يوضع توضع الجمرة في خفه أو في أخمص قدمه
تغلي منها دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، لأنه كان يحوطه ورعاه ويدافع عنه ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن دينه، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في أخف درجات العذاب في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن العلماء يقولون هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. كيف يكون يعني الإخبار؟ أن الذي شفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أذن في الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى. وجاء هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ردا على سؤال: ماذا فعلت يا رسول الله لعمك وقد كان يحوطك ورعاك؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني فعلت، يعني شفعت له عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب الإخبار وليس من باب إضافة النعمة إلى غير الله، لا من حيث السبب ولا من حيث الإيجاد. خلاص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على هذا النحو، إنه من باب الإخبار فقط. خلاص. طيب، ذكر الشارح عندك بعد ذلك، قال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد. إذن عرف النعمة هنا بأنها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح لكنه من باب المثال. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم، إلى آخر ما ذكر. كل هذا من اختلاف التنوع بين المفسرين، يذكرون أمثلة يقربون بها المعنى. واختار ابن جرير في آخر ما قال الشارح عندك، اختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب، والله أعلم. خلاص. إذن الصواب هو كل ما ذكره المفسرون هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من نعمة الله عز وجل، بل هو من أجل النعم على البشرية جميعا، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في سورة النعم في سورة النحل، الكثير والكثير من النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أيضا يدخل في هذا، إلى آخر ما قاله المفسرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا الحديث قد مر معنا لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الأنواء ونسبة المطر إلى الأنواء، فقال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى هي البراءة من الشرك، وإعلان التوحيد، وإعلان أن الله عز وجل هو يعني صاحب هذه النعمة، وهو مولاها وهو مستيها سبحانه وتعالى. نأخذ الباب الذي بعد. طيب ماشي. والله قالوا إذا تحدث الإنسان من باب الإخبار فليس فيه شيء، ولكن من باب سد الذريعة فالأولى المنع من هذا، يعني الأولى إنه الإنسان لا يتكلم بهذا، وإنما يقول: بحمد الله حصل كذا وكذا وكذا، وقد وفق الله عز وجل وكان كذا، يعني يتكلم يسدي النعمة أو ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني يستعمل ثم ويستعمل الألفاظ التي فيها يعني أن من نعمة الله عز وجل أن كانت الريح طيبة وأن وفقنا لملاح حاذق. هذا هو اللفظ أو التأدب مع الله عز وجل في مسألة النعم أو نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ورسل مثلا هذا من باب الإخبار ليس فيه شيء، أنا قلت لك من باب الإخبار ليس فيه شيء، يعني يقول: يا فلان ما هذا المال الذي جاءك؟ تقول: الحمد لله ورثته عن أبي أو ورثته عن
بعض أقاربي يعني مات وترك لنا كذا وكذا، هذا من باب الإخبار ليس فيه شيء. أما أن ينسب النعمة إلى غير الله على التفصيل الذي ذكرناه فهذا هو الحرج.